واحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للعمل الانساني، ما ينفعش ما نذكرش التحالف الوطني. في السياق ده عايز ارحب باستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي. وصباح الخير عليك يا استاذ احمد. صباح الخير على حضرتك استاذ رامي، اهلا بحضرتك. يعني في اليوم العالمي للعمل الانساني اول ما يطرق على ذهني التحالف الوطني ومجهوداته اللي بنشوفها من خلال المبادرات على ارض الواقع في كتير جدا. فمن هنا خليني اسالك، بتشوف ازاي مجهودات التحالف الوطني ودوره في تفعيل دعم الفئات الاكثر استحقاقا؟ والله ده احنا قدام عمل جماعي مثالي ونموذجي. انا عايز اقول لحضرتك استاذ رامي، انا شخصيا مش حد تاني بقى، يعني في بدايه حياه كريمه هاجمت المنظمات العمل الاهلي في مصر وقلت يا جماعه لا يصح ان تتركوا الدوله بمفردها في هذا العمل الكبير. النهارده انا بقول لحضرتك احنا قدام عمل جماعي مثالي ونموذجي، ويمكن يعني لو وصفناه بانه اسطوري ما نبقاش بنبالغ، لان انا ما شفتش تقرير للاسف، مش قدام التلفزيون ما شفتش تقرير للاذاعه، لكن لما نبقى قدام 34 كيان النهارده ليهم اكثر من 325 مقر وليهم اكثر من 5188 نقطه تخزين مستلزمات بتروح للناس الغلابه، يبقى احنا قدام عمل كبير. لما احنا يبقى النهارده قدام 186,000 موظف واكثر من ربع مليون او 251,000 حاله تطوع في 2022، ولما يبقى قدام 39 ساعه عمل تطوعي في 2022، يبقى احنا قدام عمل اسطوري من غير مبالغه ولا مجامله لحد، لانه رايح كله زي ما حضرتك وصفتهم وزي ما الدنيا كلها بتوصفهم الفئات الاكثر احتياجا في مصر، المحتاجين دعم مالي ولا نقدي ولا محتاجين دعم غذائي ولا محتاجين حتى كمان فرص عمل عشان يبقوا فاعلين ايجابيين في مجتمعنا ومنتجين، لان احنا قدام 150,000 برضه فدان للفلاحين، قدام 62,000 فرصه في مبادرة أو يعني ستر وعافية اللي اتعملت لكل القادرين على تقديم جهدهم لهذا الوطن. فبكل ملامح الصورة، حتى لما حصل المنزل اللي وقع في حدائق القبة أو غيره، لقينا أفراد هذه الكتيبة المؤمنة بالله وبالوطن وبالناس كانوا هناك أول مع حتى المنقذين الرسميين. فما فيش مجال في مصر للأمانة حتى في المجال الصحي قدام 5 مليون يعني خدمة قدمت، قدام 1.7 مليار جنيه قدموا للخدمات الصحية الأكثر إلحاحا، كانت في حالات طارئة وحالات عاجلة وحالات إصابات وخلافه. فبشوف بقى ملامح المشهد زراعيا، إنتاجيا، صحيا، نقدي. حياة كريمة كمان نقدر نقول ان حياة كريمة هي البذرة الرئيسية لكل الخير اللي شفناه بعد كده من التحالف الوطني للعمل الاهلي، المبادرات الرئاسية، فكرة ان احنا نشعر ببعض، ان احنا نقف كتف في كتف مع بعض، دايما يكون المجتمع كله كامل متكامل يكمل بعضه البعض. بتشوف ايضا حياة كريمة بمجهوداتها وفكرة التطوع اللي خلتها تغزو عقول الشباب، ودي حاجة في منتهى الجمال وأنا بعتبرها إنجاز يضاف ويعني الكثير والكثير لحياة كريمة. فكرة التطوع نفسها بتشوفها إزاي؟ أشوف بقى وصلت، أشوف حضرتك حطيت إيدك يا أستاذ رامي على نقطة في منتهى الأهمية اللي هو التغير النوعي بقى في فكر الناس. لأنه إحنا حتى في هذه الجمعيات اللي بتعمل اللي بنوصل يعني جمعيات العمل الأهلي والخيري، كان كل حد شغال يعني بالبلدي كده بس عشان نقربها للناس، كل حد شغال على دماغه على راسه زي ما هو زي ما تيجي زي ما يحصل، يعني لدرجه انه ممكن اثنين ياخدوا دعم نقدي من جمعيه، واحد ياخد دعم نقدي مرتين من جمعيتين، وفي جنبه حد محتاج ما حدش راح له، لانه كل واحد بيشتغل بنفسه لوحده منفردا منعزلا، فتلاقي يعني التداخل موجود. النهارده قدرنا نعمل هذا الحوار الافقي اللي كنا بنفتقده في مصر، لانه كان زمان تيجي التعليمات من فوق الى الوزاره المعينه، وبعد كده تيجي التعليمات من وزاره للثانيه. النهارده الوزارات بتتحاور مع بعض والجمعيات بتتحاور مع بعض، وهم الوزارات والجمعيات هم الاثنين بيتحاوروا مع بعض. المسؤول نفسه موجود على الارض يا استاذ احمد. المسؤول نفسه موجود ميدانيا، زي ما حتى شفنا شباب حياه كريمه اللي راحوا الاول يا استاذ رامي لو تفتكر، عشان يكتبوا لنا تقارير القرى الاكثر احتياجا بالفعل، اللي هم اكثر من 75% فقرا او احتياجا، اللي بعدهم اكثر من 50% دول راحوا باحثين
وشباب زي الفل. وده برضو حاجة تضاف برضو إيجابية جدا، فكرة إن تم عمل قاعدة بيانات لمعرفة الجميع عشان يتعرف مين اللي ظروفه تستحق. أيوة شفت بقى، ما هنا ما فيش نائب برلماني قادر بنفوذه ياخد قريته خدمات لا تستحقها، أو ياخد لقرايبه خدمات لا يستحقونها. النهاردة في معيار موضوعي عادي ماشي على الجميع من أسوان إلى الإسكندرية، الكل سواسية. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أنا بشكرك على وجودك معنا معلقا على دعم التحالف الوطني للفئات الأكثر استحقاقا في اليوم العالمي للعمل الإنساني.